أقول أن هذه الندوة إن شاء الله ستمكننا باش نسلطوا الضوء على واحد العدد ديال التأويلات، واحد العدد ديال المغالطات فيما يخص هذا الملف ديال طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، على إثر هذه الوقفات والاحتجاجات والإضرابات اللي ابتدأت من شهر فبراير. تقريبا اليوم نعيش الأسبوع التاسع أو الثامن أو التاسع من الإضرابات، واللي بغيت نذكر أن الوزارتين، وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي الممثلة في الحكومة، كانت لها واحد الاستجابة الفورية للحوار، وبادرنا مباشرة من ابتداء شهر فبراير لواحد الحوار بناء جاد ومسؤول. تقريبا 7 ديال الاجتماعات اللي تم البرمجة ديالهم مع العمداء، مع مدراء المراكز الاستشفائية، ومع الكتاب العامون ديال الوزارتين، وتقريبا واحد 5 ديال الاجتماعات اللي كانوا مع ممثلي الطلبة، واللي فيها اولا تم تقديم الملف المطلبي ديال الطلبة، ومن بعد كانت الاستجابة من طرف الوزارتين لمعظم النقاط المتضمنة في هذا الملف المطلبي. تقريبا كان واحد 16 نقطة اللي تضمنات، 14 نقطة كاملة تم الاستجابة ديالها في حينها. ويوم 12 أبريل مع السيد وزير الصحة ترأسنا اجتماع مع الطلبة، ممثلي الطلبة، وكان العمل على بلورة واحد اتفاق مشترك اللي بالنسبة لنا غيكون واحد الالتزام من الطرفين. اللي استغربنا له هي هذاك الاتفاق لم يتم تقديم ديالو للجموع العامة، وداروا واحد جوج ديال الجموع العامة اللي ما كانتش تبلور العرض ديال الحكومة للطلبة، واللي من بعد الجمع العام الثالث مشى مباشرة للتصويت على إما استئناف الدراسة أو لمقاطعة الدراسة. وهذا كان تأسفوا له، لأن كنا إحنا واثقين باش غادي نوصلوا لواحد الحل في إطار هذا الحوار. الحوار كيعرف أخذ ورد، استجبنا لأكثر من 90% النقاط ديال الطلبة اللي بالنسبة لنا كانوا نقاط مشروعة، واستجبنا بكل تلقائية، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن بقاو جوج النقاط عالقة اللي نبغيو نرجعوا لهم مع السيد وزير الصحة. كاينة النقطة الأولى اللي كتعني المباراة ديال الإقامة. هذه المباراة الإقامة في الأول كان عندنا واحد الموقف صارم، ولكن تقدمنا في تجويد هذا العرض، واليوم عندنا واحد العرض جديد. غير المشكل اليوم اللي كاين هو المخاطب، ما عندناش واحد المخاطب، لان كاينه واحد ممثلين الطلبه اللي كيجلسوا معنا، اللي كينخرطوا معنا في صياغه هذا المشروع المشترك، ولكن من بعد كيرجعوا للجمهور العامه ولن يتم تقديم هذه المقترحات للجمهور العامه. لهذا ما كنعرفوش شنو هو المآل ديال هذا العرض ديال الوزارتين. اليوم عندنا تصور جديد في بالنسبه للمباراه ديال الاقامه، هو فيما يخص ذاك النقطه اللي كتتعلق بما نسميه بلي زيبروف دو تيتر. واحد النقطه اللي مع السيد وزير الصحه كاين تفكير باش نقلصوا من الاهميه ديالها في المباراه، لان اليوم هذه المباراه مفتوحه للاطباء ماشي للطلبه. هاد الاطباء كانوا متكونين في القطاع العام ولا القطاع الخاص اولا في الخارج، هادو مغاربه، هذا حق دستوري لكل طبيب باش يجتاز مباراه حسب واحد المعيار ديال الكفاءه وديال تكافؤ الفرص. لهذا ما يمكننا نستنيو حتى شي مغربي من شي مباراه. لهذا حنا قلنا هذيك النقطه ديال لي بروف دو تيتر اللي غادي يقدر يكون عندها واحد القصد معين، غادي نقلصوا منها وغادي نستعملوها الا في ترتيب، وما غادخلش في اجتياز هذه المباراه.